به. انت ليلى السلطاني بنت عمارة السلطاني. شهيدة عمارة السلطاني. به. كيفاش الوحيدة؟ كيفاش نهارتها؟ هو نورمالمون ما يخدمش نهار 16. ما يخدمش نهارتها، هو مسنس يعوضوا بعضهم. كان زميل في التليفون قال له بجي تعاودني، عندي قضية. كان قاعد ممدود في الدار، قام قال لأمي، قالها حط لي عشية. قالت لأمي راك ما تخدمش، نجي اليوم شو مهزك عمار؟ قال لي راني باش نعوض صاحبي، احنا مسنسين نعوضوا بعضنا، ما فيها بيس نمشي نعوض. كان عندي توا حطت له عشية، نعرف حتى العشية شنو هو. شنو نهارتها؟ نهارتها أمي حطت له عشية طاجين مرقاس، طيبت له دلموس بالتاي الأحمر. تعدى حطوا في القفة، هز روحه ومشى. مشى هو بصفته مناضل، بصفته مقاوم، كان رئيس المقاومين في ولاية بلاروس. مشى عنده اجتماع في دار الشعب في رادس. بالصدفة إلى نهارتها زار ستمليذا، اللي هذيك مشهد ما ننسيهش بالكل. زار ستمليذا مشيت قلعت زرتي، كنت عندي زار العقل. أنا خارج من دونتيست وهو واقف بابا. طلع لي هكا تقولي ودع فيا، طلع لي هكا. رجعت له قلت له بابا شبيك تغزلي؟ قال لي ليه وراس بنتي ليه كيكا متوحشك كيكا؟ قعدت نغزل له، بصته منه ومنه قلت له يا بابا تصبح على خير. هذيك النهار الاخريني اللي عاودت تريد فيه بابا. ونهار لحد كيفاش سمعتو؟ نهار لحد كيفاش سمعنا بابا مسنس العشرة لحداش يروح. عندي مامتي مرا كبيرة على مشارف 100 سنة وقتها قاعدة. مشيت انا وقتها شريت لامي، قضيت لامي باش طيب الفطور. امي قاعده طيب الفطور العشره، مسيس بابا يروح العشره لحداش ما يفوتش، فهمت؟ العشره لحداش والماضي ساعه بدا قلبي يعمل هكا. قلت لها يا امي راه بابا ما روحش. قالت لي ليه؟ هذيك راهو تعديش، ما هو عنده ديما يتعديش يقضي حاجه تو يجي تو يروح. راس بنتي تو راح. قلت لها ليه يا امي بابا درش بيه ما جاش؟ مامتي قالت لي جيش يبو. قلت لها راهو ما جاش. ما دي ساعة، ما دي ساعتين، ما دي ثلاثة، الأربعة، الخمسة بتاع العشية، خمسة بتاع العشية، لور لا خرجت اللوج كيما يقولا. مشيت لدار بنت عمتي. وين تسكنوا انتوما؟ نسكنوا في رادس. مشيت لدار بنت عمتي وعمتي غاديكا. يا عمتي قلت لها اجري راهو بابا، وهزيت التليفون نطلب فيه في لجنة تنسيق. تليفونات ما يجاوبش. يا عمتي قلت لها راهو بابا ما روحش، دراش بيه؟ لطولي أنا مشيت لدار عم بنت عمتي، جيت كرهبة. ولد عمتي قاعد في الدورة. كنا العباد الكل متحيره، دقوا الباب كرهبه كترير فيها زوز عباد. قال لامي دقوا الباب، خرجت لامي قالت لهم هذه، قالوا لها هذه دار عماره سلطانيه. قالت لهم ايه راهو البارح ما روحش. قالوا لها ليه ما تتفجعش، راهو ضربوه على ساقو خوانجيه هكا تكستو، ضربوه الخوانجيه على ساقو وهزينا نجبروا فيها برا امشيو له لوبيتال مينيتير. هزت امي جاي ولاد عمتي وجيت عمتي وجو بنات عمتي، العباد الكل خذاو تاكسيات ومشاو لوبيتال ميتير. في الطاق الرابع نلقاو فلان عاش. في الطاق الرابع نلقاو فلان عاش. يا اخي كي عندي توا طبيب من الطب، عمتي تبكي وتخبط غاديكا. قالها شبيه؟ قالت له راهو خويا من عاش شبيه. قالها اي راهم محروقين، وحنا وقتها في بنيش لمحروقين لحاجه على اساس بابا جبروا له في ساقو. قال لها ايه راهو محروقين. قال اخوك انه ضعيف ولا بصحته؟ ليه قتل الضعيف؟ قال لها الضعيف راهو في خطر يعيش شي 1%، اما اللي بصحته عنده 90% شانس باش يعيش. اكيد روحوا الكل من جرا وروحنا، روحوا للدار. باش نحكي لك العبيد اللي جايت للدار معبي، عبيد تسيح وعبيد يقول ميت وما يقولش ميت، بعديو فيه في الاخبار خبروا عليه اللي هو ميت، اللي هما جماعه معناتها حرقوه إرهابيين هكا اللي سمعنا. معناتها حاجة هذية معناتها باش نقول لك أنا شكون ولا كيفاش، معناتها ما عندكم حتى فكرة. قالونا راهم إرهابيين ينتميون الحركة الإسلامية، هما اللي حرقوهم، صبوا عليهم المونوتوف وحرقوهم وراهم في حالة خطيرة. قعدنا على المنويل هذيك 15 يوم، 15 يوم عباد داخلة وخارجة، دار ميت بلاش ميت. كامل العباد تبكي، مرأة كبيرة تسيح وتخبط، مماتي 100 سنة عمرها، حالة لا يوريك فيها. ليلة 14 حاسين نهار 1 مارس، وين نهار 1 مارس لحداش متاع الليل، احنا في بناش على متين مو تعبنا رقدنا. قلت لي رقدنا ساعة عداو في المنظار. المشهد هذاك اللي لقيناه لحياتي عمري ما زلت نتفكر، وانا حياتي عمري ما نعاودش هذاك المشهد هذاك ما ننسيش. والحاله اللي ريت فيها بابا
نجري ونسيح ونخبط في الشارع كي ريت بابا هكايا. راهو مشهد راهو ما يحرق بالنار كي العزيز الجبار، فهمت؟ مشهد كبير، منظر ريت راس علوش. احنا اليوم عائله كامله العلوش في الدار ما يتشوشتش وما نروهش. راس علوش مشوشت بابا، راس علوش بابا باش عرفته في التصوير، عرفته بساقيه سويبع بابا، هذاكم سويبع بابا. اما منظر وانت مشيت من بعد لجنه التنسيق؟ مشينا لجنه التنسيق بعد بنات عمتي وعمي والكل مشينا. صدقني نقسم لك بالله تو الريحه نتاع الحم نتاع بابا المحروق نشم فيه، شميت تعرف واحد شم ريحه الحم، مش ريحه الحم هو مش في البيرو بتاع التليفون